43 سنة، احنا بمناسبة راسية دلوقتي. بتمنى يعني لكل الشباب يعني رغم شايفين الوضع كيف انحرق والاصابات ومعلم اصابها، لكن قررت ان الجو مهما يصير مهما صار برضك قررت ان اليوم الجو، واتمنى لكل الشباب يتجوز رغم الحرب والبهدله هذه برضك عن الجو، نص الاصابه نص الحرب لازم نتجو، اتمنى لكل الشباب. نقوم اليوم بتنفيذ مشروع زواج 5 عرسان في ظل هذه الظروف الصعبة.